بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسية سنة تانية إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 15 كما نلاحظ عندنا هنا أوبجيكتيف هدف concevoir la maquette de la une avec le titre du journal. Concevoir la maquette de la une. La maquette هي الصفحة كاملة. La maquette شنو concevoir بعد قبل من la maquette؟ شنو concevoir؟ Le verbe concevoir. Endor. Endor. لا. مش voir. هذيك voir هي endor. أو regard. يعني endor. هنا عندنا concevoir. من la conception. La conception نقصد به تصور. عندي؟ هذي درناها. هنا concevoir نقصد به أنك تتصور. La maquette. تتخيل فيه. La maquette de la une. إذن تصور. لا ماكيت انك تصور واحد لا ماكيت. شنو لا ماكيت؟ لا ماكيت في الاصل هو واحد صوره مصغره ديال واحد الشيء، ماشي صوره، تجسيم، انك تجسم شيئا بشكل مصغر. حين نجد قبل ما يتصوب واحد الحي مثلا، قبل ما تصوب واحد المدينه، دوك المهندسين اش كيعملوا؟ يتخيلوا، ماشي غير يتخيلوها، تيجسدوها في واحد لاماكيت. تجسدوا داك الحي، تجسدوا ديك المدينة في واحد التجسيم، بحيث انهم تيبنوا حي صغير، تيبنوا مدينة صغيرة. فهمتوا ولا؟ تيجيو الناس يطلعوا على داك الحي او على ديك المدينة، دوك المسؤولين تيجيو يشوفوا داك الحي ديك المدينة كيفاش غتكون في الواقع. فهمتوا ولا؟ ماشي تيخلوها غير رسم، لا، تيجسموها، تيحطوا ديك المدينة صغيرة. تنتكلموا مثلا على اللعبة ديال الأطفال. طفل تيكون عنده واحد القطار صغير، مثلا طفل تنقدروا نشتري له واحد القطار صغير. هذاك القطار الصغير هو تجسيم للقطار الكبير، فهمتي ولا؟ إذا نفس الشيء، هاد الناس تيبنيو دوك الديور بواحد الشكل صغير، تيبنيو الطرقان وتيحطوا الأشجار إلى آخره، كل ما يتعلق بهذيك المدينة. إذا هذيك تتسمى لاماكيت. أحيانا تتكون عندنا لاماكيت مثلا ديال واحد الصاروخ، ديال واحد الصاروخ مثلا، هاي ولا؟ أو ديال أي شيء، أي شيء بغينا نجسموه بشكل صغير، إذا تيمكن لنا نجسموه، بغينا نصوب واحد لاماكيت ديال واحد الطائرة، إذا واحد الطائرة بغينا نشوفها كيفاش غتكون، مثلا في الواقع، إذا تنجسموه أولا بواحد الشكل مصغر. نفس الشيء مثلا بالنسبة للسيارات، السيارة مثلا، بغينا نصيب واحد السيارة، واحد الشركة بغات تصوب واحد السيارة، تيمكن لها تجسمها بشكل مصغر. قبل ما تخرج للواقع. إذا هنا تنتكلموا على لاماكيت. طبعا بالنسبة للجريدة نفس الشيء، طبعا ماشي بالضرورة أنها غتكون مصغرة، ولكن غنخرجوا واحد النسخة اللي عليها غنشوفوا كيفاش غتكون النتيجة، أو شنو هما التعديلات اللي غنقدروا نوضعوا عليها. طبعا تنخرجوا ديك النسخة الأولى ديال الجريدة، تنشوفوها مزيان وتنشوفوا أشنو خاصنا نزيدوا وشنو اللي خاصنا ننقصوا في ديك الجريدة، وبالتالي تنمهدوا باش نخرجوا واحد الجريدة اللي عليها غنخرجوا بزاف من النسخ، ديال داك النهار مثلا. إذا هذه تسمى لاماكيت. إذا هنا كونسوفوار لاماكيت دو لاين افيك لو تيتخ دي جورنال. تتصور لاماكيت دو لاين، تتصور كيفاش غتكون لاين افيك لو تيتخ دي جورنال، افيك لو تيتخ دي جورنال، مع اسم الجريدة. الحمد لله. الناس اللي تيبغاو يصوبوا الجريدة أول مرة تيفكروا في اسم الجريدة، تيفكروا في الجريدة كيفاش غتكون، واش غتكون مربعة، واش غتكون مستطيلة، أوراق ديالها كيفاش خاصهم يكونوا، واش نبقاو نعملوها بالأوراق رقيقة، أوراق صلبة، أوراق غليظة شيئا ما، تيفكروا حتى في النوع ديال الورق. الحمد لله. إذا هذا كله تيدخل في هاد لاماكيت. إذا كما تنشوفوا هنا عندنا سيبور. إذا سيبور المقصود به دعامة، تأتي من فعل سيبورتي، يعني فعل دعامة، ياك؟ مثلا الجماهير تدعم فريق مثلا، ياك؟ نتكلم أحيانا عن لي سيبورتا، يعني نتكلم عن الداعمين. إذا عندنا هنا سيبور، إذا عندنا هاد الدعامة كما نلاحظ. كونسين، كونسين هو المطلوب، كونسين ما يطلب منك، يسمى كونسين. دون لو بوت ديلابوغي أن جورنال دو كلاس، فو شوازيسي تي كاماراد إي توا Un titre accrocheur est pertinent et vous concevez
une maquette pour sa une. Dans le but d'élaborer un journal de classe, vous choisissez tes camarades et toi un titre accrocheur et pertinent et vous concevez une maquette pour sa une. Eden, dans le but, je n'ai dans le but d'élaborer un journal de classe. Je ne sais pas. Dans le but d'élaborer un journal de classe. Je ne sais pas. Le but, je n'ai le but. Le but, je ne sais pas. هو لوبجيكتيف لوبجيكتيف اذا شنو هو لو بوت بحال تنقولوا لوبجيكتيف اذا شنو المقصود بلو بوت لو بوت هو الهدف دون لو بوت شنو دون لو بوت دون لو بوت المقصود به بهدف او بغرض او بغرض انك تتقضي واحد الغرض المقصود انك تتقضي واحد الهدف اذا دون لو بوت كما نقول بغرض او بهدف بهدف ماذا d'élaborer un journal de classe. بغرض إنشاء جريدة قسم. إذن في هذا الهدف. أنت في هذا الهدف. vous choisissez. tes camarades et toi. شنو vous choisissez. شنو هي vous choisissez. شنو مقصود بها. C'est le verbe choisir. شنو choisir. تنتكلموا أحيانا على لو شوا. لو شوا يعني الاختيار. إذن لو verbe choisir مقصود به. اختار. vous choisissez. Vous choisissez. اختار. أنتم تختارون. Tes camarades et toi. شنو tes camarades et toi؟ أصدقاؤك أنت. Tes camarades et toi. شنو المقصود بها؟ أصدقاؤك وأنت. يعني أصدقاؤك وأنت أو رفقاؤك وأنت. إذن أنتم تختارون أنت وأصدقائك un titre accrocheur et pertinent. شنو المقصود به؟ عنوان مناسب. يعني سنتكلم على واحد العنوان مناسب. أو عنوان جذاب كما عندنا هنا ياك عنوان جذاب ويكون مثير ان تيتر اكروشور اي بيرتينون ستختارون بو شوازيسي تي كاماراد اي توا ان تيتر اكروشور يعني انتم تختارون اصدقاؤك او رفقاؤك وانت ان تيتر اكروشور يعني عنوان للجريده اسما للجريده اكروشور يعني جذابا اي بيرتينو يعني عنده علاقه بالموضوعات ديال الجريده الحمد لله ماشي تكون مثلا الجريده تتهتم بالسياسه وتكتب مثلا على الرياضه الوطنيه الحمد لله او تكتب على الاسبوع الرياضي مثلا الحمد لله ما يمكنش دير هذا العنوان الحمد لله اذا كاين جرائد عندها هذا الاسم الاسبوع الرياضي او اليوم الرياضي او يومك الرياضي اذا عندنا بعض الجرائد تتكون بهذا الشكل تتحمل واحد الاسم معين يعني تمشي تهم واحد الباب معين اذا شنو خاصو يكون هذا العنوان العنوان الجريده كيفاش خاصو يكون يكون عنده علاقه بالموضوع يكون مناسب يكون مناسب يكون جذاب اولا يكون جذاب بحيث اللي شافو يشري الجريده حيت الاسم ديال الجريده راه عنده معنى فهمتي ولا عنده عندنا هنا عندنا 24 عندنا هنا 24 الاسم ديال الجريدة هكذا الحمد لله إذا شنو 24 يعني أنها على مدار الساعة تأتيك بجميع الأخبار ممكن كما تنشوفون هاد العنوان الأول اللي في الأسفل العنوان في لاتخيبين شنو هنا كما عندنا هنا إلك خيلي بومب فينابغ بو أنيمو كما نقول هي تخلق مضخات حزينة للحيوانات إذا اللي تهمنا هنا إذا كما تنشوفوا هاد الجريدة أنها تهتم بواحد الموضوع ربما يتعلق بالحيوانات أو ربما أن تهتم بالمواضيع العامة ياك ممكن أن تتحدث بشكل مختصر عن الرياضة ولكن هناك جرائد تكون مختصة في مجال ما تكون مثلا مهتمة فقط بالحيوانات مهتمة فقط بالبيئة مهتمة فقط بالسياسة مهتمة فقط بالرياضة مثلا إلى غير ذلك إذن الذي يهمنا هنا أن نختار العنوان المناسب للجريدة كما قلنا هنا 24 24 ما عندهاش واحد توجه معين كما تنشوفوا ممكن انها تكون عامه الحمد لله ما دايرينش الرياضه مثلا او الاسبوع الرياضي او مثلا السياسه الى غير ذلك او مثلا الاقتصاد احنا عندنا 24 تتكلم على الوقت يعني على مدار الساعه على مدار 24 ساعه اذا ممكن ان هذه الجريده كما نلاحظ تهتم بكل المواضيع عنوان الجريده مهم اذا عنوان الجريده يكون جذاب ثم يكون لو علاقة ولو صلة بالجريدة إذا نتكلم عن pertinent
بيرتينو يعني عنده علاقه بالجريده، توجه ديال الجريده. ايفو كونسوفي اون ماكيت بور سا اون، ايفو كونسوفي اون ماكيت بور سا اون. ثم انكم تتصورون يعني تجسيما، تتصوروا كيفاش غتكون ديك الجريده بور سا اون بالنسبه للصفحه الاولى. اذا بعد اختيار العنوان الخاص بالجريده تختارون الشكل الذي ستكون عليه الجريده. اذا هذا الشكل هو الذي يسمى لا ماكيت، فهمتوا ولا؟ بشكل مختصر. ثم عندنا جوبسيرف اي جو كومبرون، انا الاحظ ثم انا افهم. جو غوفوا لي زيون دي جورنو ديجا ايتودي ان كلاس اي او سيل دوتر جورنو شيرشي اور دو لا كلاس. جو غوفوا، شنو جو غوفوا؟ اعيد الرؤيه. اعيد الرؤيه. اعيد الرؤيه. اعيد فانظر. اذا عندنا لو فيرب غوفوار. لو فيرب غوفوار. سي لو فيرب غوفوار. يعني انك تنظر مره ثانيه. جو غوفوا لي زيون. انا ارى مره اخرى الصفحه الاولى للجرائد دي جورنو ديجا ايتودي اون كلاس. انا ارى مره اخرى الصفحه الاولى للجرائد المدروسه من قبل في القسم. اذا انا اولا ساعيد النظر في تلك الجرائد التي اتيت لنا بها في القسم ثم درسناها، ساعيد النظر فيها. اي اذا اخذنا هذه التي هنا ثم سيل دوتر جورنو شيرشي اور دو لا كلاس، سيل دوتر جورنو شيرشي اور دو لا كلاس، ثم التي للجرائد الاخرى شيرشي المبحوث عنها اور دو لا كلاس خارج القسم. اذا انا غنشوف دوك الجرائد اللي جابوهم لنا للقسم ودرسناهم، اي ثم سيل دوتر جورنو ثم الصفحات الاولى لجرائد اخرى شيرشي اور دو لا كلاس اللي بحثت عليها انا خارج القسم، فهمتوا ولا؟ يعني انا خليت من غير دوك الجرائد اللي جابوا لنا في القسم، انا ملي خرجت بحثت على جرائد اخرى باش نزيد نستافد من هذا الموضوع. اذا انا غنعاود نشوف جرائد اخرى خارج القسم وغنشوف الصفحات الاولى الخاصه بها. اذا نتكلم هنا عن لي زون دي جورنو. اذا هذه اذا اخذنا هاد اي، ثم عندنا هنا او، ثم عندنا او اي او، يعني غتستعمل هذه ولا هذه اللي بغيتي. الا استعملنا اي المقصود بأننا غنشوف دوك اللي شفنا في القسم وغنزيد نشوف الصفحة الأولى للجرائد التي بحثت عنها خارج القسم. إذن هذه وهذه، هذه ثم هذه ثم أو أو أو. إذن عندنا أو أو، المقصود بها أنني أنظر هذه أو تلك، يعني أنني أعيد فأنظر الجرائد التي رأيتها في القسم مع التلاميذ والتي درسناها، أو أنني أنظر أو أنني أعيد النظر في جرائد أخرى بحثت عنها خارج القسم. فهمتي هاد أو؟ يا إما نشوفهم بجوج يا إما نشوف وحدة فيهم، هذا هو المقصود بهاد أي أي أو. ثم دون ديغاج دي كومبوزونت كو جو ديزين باغ لور نو. جون ديغاج، شنو جون ديغاج؟ أستخرج منها. جون ديغاج المقصود بها أنني أستخرج منها. لي كومبوزونت، شنو لي كومبوزونت؟ يعني المكونات. كو جو ديزين باغ لور نو. que je désigne par leur nom. التي انا اشير لها. que je désigne التي اشير انا. كما نقول c'est le verbe désigner يعني انك تشير الى شيء او تعينه par leur nom يعني باسمائهم. يعني غنبقى نقول هذه هي لا مونشيت، هذا هو لو بوندو، هذه هي لا تخيبين، هذه لو فونتر الى اخره. اذا انا غنبقى نعين شنو هما المكونات ديال هاد لا اون. يا إما دوك لي زين اللي شفت أنا في القسم مع التلاميذ ودرسناهم، يا إما الجرائد اللي بحثت عليها خارج القسم وشفت لي زين الخاصة بها. يعني أنني غنبقى نقسمها ونشوف المكونات ديالها، يا إما أنني غنشوف هادو دوك، نشوف دوك اللي شفت في القسم ونشوف دوك اللي بحثت عليهم خارج القسم اللي بغيت، ياك؟ ملي غنشوف هاد لي زين جون ديغاج لي كومبوزونت كو جو ديزين باغ لور نو، يعني انا استخرج منها المكونات التي اعينها او اشير لها باغ لور نو باسمائهم، باغ لور نو باسمائهم. ثم جو ديكري لو رومبلاسمون سور لا باج، شنو هادي؟ جو ديكري لو رومبلاسمون سور لا باج، ثم انني اصف مكانها، مكانها لو رومبلاسمون سور لا باج على الصفحة. غنبقى نقول هذه هي الاولى، هذه تجي تحت منها، هذه تجي في وسط الصفحه الى اخره، ياك ولا؟ شنو جو ديكري لو رومبلاسمون سور لا باج؟ شنو مقصود بها؟ جو ديكري لو رومبلاسمون سور لا باج، شنو مقصود بها؟
تنكتب داكشي اللي تنكون في الصفحة. جو ديكري انا اسف سي لو فيرب ديكري ماشي اخي الا ماشي ايكري خاص تفرق بين ايكري هذاك لو فيرب ايكريغ هذاك فعل كتابة هنا عندنا لو فيرب ديكريغ هذا فعل وصفة ومنها لا ديسكريبسيون يعني الوصف لا ديسكريبسيون اما ايكريغ تيعطينا الاسم ايكريتور كتابة ليكريتور الكتابة فهمت ولا ديكريغ تيعطينا اسم لا ديسكريبسيون شنو المقصود بلا ديسكريبسيون لا ديسكريبسيون مقصود به هو الوصف داك الوصف هو ديكري ديكريغ هذاك فعل وصفة تنتكلمون على الاسم على المصدر اذا الوصف هو لا ديسكريبسيون لا ديسكريبسيون جو ديكري لومبلاسمون سو لا باج انا اصف مكانها اذا غنبقى نشوف نوصف المكان ديال هذه نوصف المكان ديال هذه ونوصف المكان ديال هذه نوصف عناصر الجريده عناصر مكونه للصفحه الاولى للجريده ماشي الجريده كلها ثم عندنا جوغوتير انا استنبط لا ماكيت اي لا بريزونطاسيون plus ou moins précise des titres et de la maquette et la présentation plus ou moins précise des titres et de نتكلم على la maquette هي la présentation هي التقديم او هي التمثيل plus ou moins précise اكثر او اقل انضباطا ما معنى هذا يعني غتكون بحال داك الشكل اللي غنخرجوا به الجريده بمعنى اخر ولكن تقدر تكون قريبه بزاف او قريبه غير شويه لذاك الشكل اللي غنخرجوا به الجريده هذا هو المقصود ب بليز او موان بريسيز بريسيز المقصود بها مضبوطه نتكلم على لو فيرب بريسيزي يعني فعل وضحه لو فيرب بريسيزي المقصود به وضحه او ضبط او ضباطه نقول عن شيء بانه بريسي او بيا بريسيز في المؤنث المقصود به انه مضبوط انه تماما كما تصور فهمت ولا اذا حنا غنخرجوا واحد لا ماكيت غنخرجوا واحد الشكل ديال الجريده ولكن هذا الشكل اللي خرجنا راه بليز او موا بريسيز دي تيتغ دي زيلستراسيون اي دي تيكست ميز اون باج يعني هو قريب بزاف او قريب غير شويه منهاش هو التمثيل او التقديم اللي قريب بزاف او قريب عشويه ديالهاش ديال العناوين ديال الصور ديال النصوص ميز اون باج يعني الموضوعه في الصفحه الموضوعه في الصفحه المقصود انها تاتي في اول الصفحه لا ماكيت كما قلنا اي لا بريزونطاسيون بليز او موا بريسيز دي تيتغ دي زيلستراسيون اي دي تيكست ميز اون باج دي زيلستراسيون اي دي تيكست ميز اون باج اذا عندنا هاد لا ماكيت هو الشكل بمعنى اخر هنا تعرفوها بانها هي التمثيل او بانها هي التقديم اشنو غنمثلو واشنو غنقدمو غنقدمو لي تيتغ غنقدمو لي زيلستراسيون غنقدمو لي تيكست بليز او موا بريسيز اذا غنقدمو صور وغنقدمو النصوص قدمو العناوين اذا غنقدمو العناوين غنقدمو الصور وغنقدمو النصوص بليز او موا بريسيز يعني ان اكثر او اقل انضباطا ما معنى هذا اكثر او اقل انضباطا من الصورة الأصلية النهائية للجريدة حنا دايرين في بالنا غنخرجوا واحد الجريدة إذن أول حاجة ما خصناش أول مرة نخرجوا بزاف من النسخ شنو خصنا نديرو تنخرجوا غير نسخة وعاد تنعدلوا عليها نشوفوا شنو اللي ناقصها شنو اللي زايد فيها إلى غير ذلك من بعد ما تنضبطوا هاد النسخة تنعاودوا نعدلوا عليها وتما تنخرجوا منها بزاف ملي تنجح لينا مزيان ملي تخرج لنا واحد النسخة زوينة مزيانة عاد عليها تنخرجوا بزاف فهمت ولا اذا ديك النسخه الاولى اللي خرجنا وعدلنا عليها واش هي النسخه النهائيه لا ماشي هي ولكن كانت قريبه ليها فهمت ولا احنا ربما انا عندي جريده نقدر انني نخرج النسخه الاولى قريبه بزاف النسخه النهائيه ولكن واحد الجريده اخرى ممكن انها تخرج النسخه الاولى بعيده شيئا ما من النسخه النهائيه اذا نتكلم هنا عن بليز او موا بريسيز تكون قريبه بزاف او اقل قربا مناش من النتيجه النهائيه لهذه الصحيفه دابا نتي خرجوا نسخ عندنا واحد الجريده تصورنا كيفاش غتكون ياك ملي تصورناها بقينا نقولوا خاصنا نديروا العنوان هنا غنكتبوا الاسم ديالها هنا ديك الجريده ملي تصورناها وحطيناها مثلا في الحاسوب بانت لنا الصفحه الاولى ديالها كيفاش عامله هل العنوان فين غيكون العناوين الصغيره كيفاش غتكون هل التخيبين كيفاش غتكون
على ماكيت كيفاش غتكون ياك، هذاك لو بوندو كيفاش غيكون، لا مونشيت الى اخره. جميع الاشكال حطيناها صورناها ورسمناها في الاورديناتور، حنا رسمناها في الاورديناتور كيفاش غتكون الصفحه الاولى ديال الجريده. خرجنا واحد النسخه يعني امبريميناها طبعناها، خرجت لنا في ورقه، شفناها كيفاش عامله. واش هذاك الشيء اللي خرجنا في ورقه هو اللي غنكملوا عليه؟ لا. شنو غنعملوا؟ تعديلات. اذا هاد الاولى اللي خرجت تتسمى لا ماكيت، هذيك الاولى اللي خرجت ودرنا عليها التعديلات هي لا ماكيت. فهمتي ولا؟ ببساطه شوف، تقدر تخرج لنا هذيك الورقه ويكون كل شيء مزيان، تقدر كل شيء مزيان، ولكن الاوراق ناقصين. شنو غنعملوا انا؟ غنديروا نسخ من بزاف. لا، حنا خرجناها مزيانه ولكن الاوراق اللي طبعنا عليهم خرجوا ناقصين. شنو غنعملوا انا؟ نخرجوا في نفس الورق اللي خرجنا من الاول؟ لا. شنو غنديروا؟ غنعاودوا فوقها، غنعاودوا اوراق اخرين احسن من الاوراق الاولين. اذا ها حنا درنا تعديلات ايضا على لا ماكيت، اذا حتى هاد التعديلات ديال الاوراق حتى هي تدخل في لا ماكيت. واش فهمتوا ولا لا؟ ديال الجريده بما فيه الاوراق تيتسمى لا ماكيت. فهمتي ما فهمتيش الجواب؟ عندك شنو؟ لا ماكيت اي لا بريزونطاسيون بلوز او موا بريسيز دي تيتر دي زيلوستراسيون اي دو تيكست ميزون باج. اذا ميزون باج المقصود انها موضوع على الصفحه. فهمتي ولا لا؟ ميزون باج يعني انك تضع الصور، تضع العناوين، تضع النصوص على الصفحه. هذا المقصود بلا ميزون باج، هذا المقصود ب لا ميزون باج، الوضع في الصفحه. ثم عندنا سيلو دوكيمون ا بارتير دو كيل سيفيكتو لا ميزون باج ديفينيتيف. شنو هي سيلو دوكيمون؟ سيلو دوكيمون شنو هو دوكيمون؟ لو دوكيمون، لو دوكيمون يعني الوثيقه. سيلو دوكيمون ا بارتير دو كيل، ا بارتير دو كيل سيفيكتو لا ميزون باج ديفينيتيف. اذا هي الوثيقه التي انطلاقا منها، ا بارتير دو كيل، تنتكلم على الفيرب بارتير في انطلاقه، ا بارتير يعني انطلاقا. سيلو دوكيمون ا بارتير دو كيل هي الوثيقه التي انطلاقا منها سيفيكتو، انه ينجز، ينجز ماذا؟ لا ميزون باج ديفينيتيف، الوضع في الصفحه النهائي. شنو الوضع في الصفحه؟ الوضع في الصفحه يعني انك تتحط داك الشيء مقاد في الصفحه، هذه هي لا ميزون باج. ملي كيخرج مقاد تيكون صافي. اذا هنا تنتكلموا على هذيك لا ماكيت اللي قلنا بانه هو الشكل الاول اللي تيخرج لنا. اش قال لك هنا؟ قال لك هنا بانها هي الوثيقه اللي انطلاقا منها سيفيكتو ينجز. اذا طبعا ديك الوثيقه الاولى هي اللي غنطلقوا منها، خرجت لنا هي الاولى الحمد لله. اذا انطلاقا منها شنو غنديروا حنا؟ غنزيدوا نديروا لا ميزون باج ديفينيتيف، يعني اننا غنعاودوا نقادوا الكتابه ونعدلوا عليها باش تكون عندنا لا ميزون باج ديفينيتيف يعني النهائيه. شنو ديفينيتيف؟ نهائيه. ديفينيتيف هي النهائيه. اذا نتكلم هنا عن لا ميزون باج ديفينيتيف، ما نقولش نعدلوا لها. اذا لا ميزون باج كما نقول، نقولها بالدارجه، لا ميزون باج كما نقول تقاديده، تقاديده النهائيه، يعني اننا غنقادوا الورقه النهائيه ديال الصفحه الاولى. الحمد لله. اذا شنو لا ميزون باج؟ الصفحه النهائيه هي التقاديده، التقاديده للصفحه، تتقاد العناوين وتقاد الصور وتقاد النصوص على الصفحه النهائيه. هذيك التقاديده تتسمى لا ميزون باج. واش فهمتوا ولا؟ انك تتقاد، غدير واحد النص صغير هنا ودير واحد النص كبير هنا، هذا تكبروا، هذا تصغروا، هذا العنوان تغلظوا. اذا شنو تسمى هذا؟ تسمى لا ميزون باج. واش فهمتوا ولا؟ اذا بحال دابا هنا شوف هنا، شو لا ميزون باج ديال الصفحه كدير؟ شوف، داروا هنا العنوان، داروا هنا واحد الارتيكل صغيره، داروا هنا واحد الصور ديال ليكيب هو الفوق، داروا واحد الصوره ديال واحد اللعابه الفوق، هنا داروا 24 كتوه شويه كبيره. علاش ما داروش 24 صغيره؟ هما اختاروا هاد لا ميزون باج فهمتوا ولا؟ ثم داروا هاد العنوان هنا، داروا هاد الصوره ديال السيده هازه كلب، فهمتي؟ ثم هناك صور اخرى، وهناك نصوص اخرى، وهناك عناوين اخرى في الجانب كما نلاحظ على اليمين. اذا هنا تنتكلموا على لا ميزون باج، السيد اللي قاد هاد الصفحه، او السيده اللي قادت هاد الصفحه، او مجموعه اشخاص اللي قادوا هاد الصفحه، ماشي وصلوا وحطوا هاد الشيء عبثا فهمتوا ولا؟ يعني راه قادوا، خذوا واحد الوقت باش قادوا هاد النصوص، ما يحطوش هاد الاخبار وهاد النصوص وهاد العناوين هكا عبثا. لا، تيبقاو يقادوا، تيقولوا لا خصنا نكبروا، هادي زوينه، لا هادي زوينه خصنا نكبروها شويه، هادي شويه ماشي مشكله نديرها في الجنب، فهمتوا ولا؟ الى غير ذلك.
اذا شنو تيتسمى هادشي؟ هاد التقاليد اش يتسمى؟ لا ميزون باج. لا ميزون باج. لا ميزون باج. اذا كما قلنا الان هذه هي لا ميزون باج ديفينيتيف. اذا هاد الوثيقه هي اللي انطلاقا منها تكون عندنا لا ميزون باج ديفينيتيف، هي اللي تكون عندنا التقاليد النهائيه. طبعا طبعا هذيك الصفحه الاولى تخرج عندنا عاد تجربه، ومنها غنطلقوا وغيبان لنا التصميم بشكل واضح ماذا علينا ان نضيف وماذا علينا ان ننقص. وغياليزي اون بون ماكيت لكي نحقق اون بون ماكيت، اذا لكي نحقق او لكي ننجز اون بون ماكيت يعني شكلا جيدا. اون دو دابور ديفينير، يجب اولا ان نحدد. اون دو دابور ديفينير، يجب اولا ان نحدد لو فورم دي جورنال. ياك لو فورم دي جورنال خاصنا نقولوا شنو الشكل ديال الجريده، واش نديرو مربع، واش نديرو مستطيل الى غير ذلك. لا كاليتي دو بابي، ثم شنو جوده الورق، ثم جوده الورق. واش الورق نديروه جوده ناقصه ولا نديروه جوده معتدله، ياك يعني بين وبين، او نديروا واحد الجوده اللي طالعه، ولا نديروا واحد الجوده اللي رفيعه، جوده رفيعه مثلا، جوده رفيعه الورق. اذا طبعا كل شيء الجرائد غيبغيو يديروا ورق من جوده رفيعه، ولكن الثمن الثمن يقدر ما يسلكهمش لانهم غيبيعوا الجريده، خاصهم يربحوا فيها الحمد لله. ثم ماذا علينا ان نحدد؟ لو نومبر دو كولور، ثم عدد الالوان، نحدد ايضا عدد الالوان. ثم لا بيريوديسيتي، ثم الدوريه ديالها، واش هي تبقى تخرج كل نهار، واش تخرج كل سيمانه، تخرج كل 15 يوم، تخرج كل شهر، او تخرج على 3 شهور. نتكلم مثلا على لو جورنال تريميستريال، لو جورنال تريميستريال مثلا الجريده الموسميه مثلا. اذا هذا الشيء كله خاصنا نحدوه باش تكون عندنا واحد لا ماكيت مزيانه. حلو لا اون دو دابور ديفينير لو فورم دي جورنال، خاصنا اولا نحدو شنو هو الشكل ديال الجريده، لا كاليتي دي بابي، ثم جوده الورق، لو نومبر دو كولور، ثم عدد الالوان، لا بيريوديسيتي، ثم الدوريه. لا ماكيت دو روتونير لاتونسيون دي ليكتور. في النهايه شنو اللي خاصنا في النهايه في هذا الشيء كله؟ يعني هذا التصور اللي غنديرو انا واللي غيديرو الاخر واللي غديرو الجريده الاخرى، شنو في النهايه خاصو يكون؟ في النهايه اللي غيحكم على هد الجريده وهو القارئ. اذا هاد الجريده الناس ديال الجريده تيدير واحد لا ماكيت، تيديروا بواحد الشكل بحيث ان هاد الجريده تستطيع ان تجذب انتباه القارئ، بحيث انها تستطيع ان تجذب انتباه القارئ. الحمد لله اللي تيهم في هادشي كله، لا ماكيت دو روتونير لاتونسيون دو ليكتور، لا ماكيت دو روتونير لاتونسيون دو ليكتور. اذا هاد لا ماكيت، هاد الشكل ديال الجريده دو روتونير، يجب ان يجذب لاتونسيون دو ليكتور، يعني ان يجذب انتباه القارئ. هذا هو اللي تيهم في هادشي كله. فهاد الجمله الاخيره على ضوءها تيمكن كل طاقم جريده انه يتصور الجريده اللي خاصه به، اذا على ضوء هاد العباره الاخيره، بحيث ان الجريده في النهايه تستطيع تستقطب قراء كثر. جو مونترين، انا اتدرب، جيلابور افيك مون غروب لا ماكيت دو نوتر فيتور جورنال دو كلاس، جيلابور انا انجز افيك مون غروب مع فريقي لا ماكيت دو نوتر فيتور جورنال دو كلاس. اذا شكل جريدة قسمنا المستقبلية، أنا والأصدقاء ديالي نتجمعوا ونشوفوا كيفاش غنديروا واحد الشكل ديال واحد الجريدة ديال القسم ديالنا المستقبلية. تنتكلموا على الجريدة المستقبلية. جو شوازي، أنا أختار طبعا لو فيرب شوازي افيك مي كاماراد مع رفقائي ان تيتر بيرتينون اي اكروشور. إذا أنا أختار مع رفقائي عنوانا مناسبا له صلة بالجريدة. إذا كانت الجريدة مثلا مدرسية، إذا العنوان يجب أن يرمز لهذه المسألة، بحيث أن اللي تيقراه يعرف بأن الجريدة مدرسية. إي أكخوشور، ثم أنا وجذاب. ثم عندنا نوتي بيان، نوتي بيان يعني ملاحظة. جيلابور لا ماكيت دوموندي سور أون في أباغ. جيلابور لا ماكيت دوموندي سور أون في أباغ. أنا أنجز لا ماكيت، يعني الشكل ديال الجريدة، دوموندي المطلوبة. sur une feuille à part، على ورقة خاصة، على ورقة جانبا كما نقول.
انا غنجمع الاصدقاء ديالي وانا ندو واحد لا ماركت تاع جون وغنعدلو واحد لا ماركت ديال واحد الجورنال. علاش غنديرو هنا؟ شنو مطلوبنا؟ غنديرو في واحد الورقه بوحدها، غنديرو في واحد الورقه ديال الوساخ بوحدو بمعنى اخر. اذا هنا عندنا جوغي انفيستي، انا استثمر، جو كومبار لا ماركت دو نوتر غروب ا سيل ايلابوري باغ دوتر غروب. شنو المقصود بهنا؟ جو كومبار، كنتكلمو احيانا على لا كومباريزون. شنو هي كومباريزون؟ لا كومباريزون يعني المقارنه. عندنا لو فيرب كومباري، شنو كومباري؟ قارنه. جو كومبار لا ماركت دو نوتر غروب، انا اقارن الشكل ديال الجريده ديال من؟ ديال الجروب. لا ديال الجروب ديالنا، ديال الفريق ديالنا. دو نوتر غروب اسيل الابوري باللاتي انجزت، باللاتي انجزت. شنو هي اللاتي؟ شنو هي اللاتي؟ الصيل على من تتعود هذه؟ جو كومبار لا ماركت، انا اقارن لا ماركت، انا اقارن الشكل دو نوتر غروب لقسمنا اسيل للاتي. للاتي شكون؟ اسيل شكون؟ الجريده الاخرى لا ماركت. عندنا فقط لا ماركتنا، اذا هنا السيل، السيل تتعوض لنا لا ماركت. اذا غنقارنوا هاد لا ماركت مع لا ماركت. هاد لا ماركت الثاني ديال من؟ الابوري بار دوتر غروب، المنجزه من طرف فريق اخر. الحمد لله. اذا هنا تيقول لك جو فيغيفي سي لا ماركت كومبوزي كومبرون لي زيليمون سويون. جو فيغيفي سي لا ماركت كومبوزي، انا شنو جو فيغيفي؟ لو فيرب فيغيفي. جو فيغيفي بحال تنقولوا انا افتش، او انا يعني انك تبحث تتقلب. جو فيغيفي انا افتش سي لا ماركت كومبوزي، اذا كانت الشكل المكون ديال الجريده اللي حنا يلا درناه في البدايه كومبرون انه يتضمن لي زيليمون سويفون، اذا كان يتضمن العناصر التاليه، خاصنا نشوفو ملي كوننا ديك لا ماركت الشكل الاول ديال الجريده اللي عليه غنبنيو الجريده ديالنا، داك الوساخ الاول كما نقول. اذا غنشوفو واش تيتضمن. شنو يتضمن؟ لو بوندو، لا مونشيت، لو نون دي جورنال، لي بلاس دارتيكل. واش درنا فيه لو بوندو يعني الفوقاني كاع، لا مونشيت فين تيكون الاسم ديال الجريده، لو نون دي جورنال، لو نون دي جورنال غيكون في لا مونشيت، ثم لي بلاس دارتيكل. واش خلينا الاماكن للمقالات، غنكتبونا شي حاجه، غنكتبونا شي حاجه، غنكتبونا شي حاجه. اذا غنخليو المساحات ديال داكشي اللي غنكتبو يكون مرتب. اذا هذا فيما يخص الحلقه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.